ولو دخلنا في المجال العلمي سأيضا سنقف على العجائب، وكما قلت الوقت لا يتسع لذلك، لكن سأذكر لكم مثالا واحدا فحسب حتى تتصور. رأيتم ربما بعضكم رأى صورة الإعصار الذي فيه نار، والتي قبل يوم أو يومين نشرتها وسائل الإعلام، إعصار فيه نار، وطبعا أيضا صورة من قبل، ممكن واحد في اليوتيوب إعصار فيه نار أو في جوجل، وسيقف على عشرات الفيديوهات والصور التي انتقدت للإعصار الذي فيه نار. هذا الإعصار الذي فيه نار أين يحدث؟ يحدث في الغابات، لا يقع في مكة أو في المدينة حيث يعيش محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في الشام، وهي ظاهرة كونية لم تتحدث عن الكتب التي كانت حول محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد كما تعلمون لا درس جغرافيا ولا طبقات الأرض ولا البراكين ولا غير ذلك، فيأتي نص قرآني من أكثر من 1400 سنة يذكر الإعصار فيه نار، ثم تأتي الكشوفات والبحوث والتصويرات وفعلا يوجد إعصار فيه نار. الله تعالى ماذا يقول؟ فأصابها إعصار فيه فاحترقت، كما هو الواقع. 4000 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن أين من يتفكر؟ الله عز وجل يريد منا أن نتفكر، أن نتدبر، ولكن للأسف الأمة الإسلامية فرطت كثيرا بكتاب ربها ولم تعتني به العناية اللائقة به. نعم بحمد الله نشهد نهضة ونشهد رجوعا قويا للمسلمين إلى القرآن قراءة وحفظا وإحكاما وتدبرا، وهذا شيء مبشر، لكن هذا لا يكفي، لابد أن نستمر في العناية والاهتمام بكتاب الله عز وجل، وأن نفعل ما أمرنا الله تعالى به من التدبر والتفكر والتعقل والنظر، هذا لا بد منه، أن نعطي هذا الكتاب حقه. ولذلك الله تعالى ينعي على الذين لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب مقفلة، ما تخشع لآية من كتاب الله، ما تتدبر وهي تقرأ، ما تقف عند المعاني العظيمة التي يصورها القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا فقط كثيرا، اختلاف كثير.